بنعرف حملت من ايجابيات وسلبيات، بس المرحله اللي الحاضره واللي عم نتابعها حاليا بتدعي للتفاؤل من خلال تمرينكم، من خلال التزامكم، من خلال حاليا متابعه رئيس النادي. انتم كلاعبين شو بتحكي لنا عن هالمرحله اللي عم نعيشها حاليا؟ ان شاء الله. يعني شفت هذيك هذاك الاسبوع عدينا بضغط، وهذا الشيء يعني حقهم الجمهور انه يصير هالشيء وهذا، والحمد لله عدينا. يعني عدينا بهاللعبه، كان نفسيه هو الربح انه نفسيا اكثر. يعني ان شاء الله جايين على مباراه الطليعه حيطين قدامنا الفوز، يعني ايش ما كانت النتائج بالدوري وهذا. يعني نحن اليوم هو نادي الاتحاد ترتيبه السادس السابع، مع احترامي لكل الفرق، ان شاء الله يعني نتحسن بالدوري. مثل ما شايف الوضع لا نحسد عليه كلياتنا، يعني كلياتنا بسفينة واحدة، والكل ويعني حتى جماهير نادينا وجماهير الأهلي يعني كمان كانت تتمنى أنه نكون قراب من الصدارة، بس إن شاء الله لسه في وقت، في عنا كأس كمان، إن شاء الله اللعيبة كلها تكون إيد واحدة مع الإدارة ويرجع الأمور أحسن يعني من قبل إن شاء الله. هلأ في مثل ما شايف أول يوم أنا جاي على التمرين، إن شاء الله رح نلتزم بكامل قرارات المدربين والإدارة، وجاهزين إن شاء الله لنقدم أحسن صورة عنا إن شاء الله. مباراة الطليعة مهمة جدا، خاصة بعد ما الطليعة فاز بالمباراة الأخيرة على النوعير وبالدقائق الأخيرة، أكيد معنوياتهم كتير عالية. فريق الاتحاد محقق فوز على الساحل كمان، لكن أنت قراءتك للمباراة القادمة كيف تكون؟ طبعا أول شيء الله يعطيك العافية، الفريق كان مثل ما شفت كان هبط نفسيا بعد النتائج السلبية، وهذا شيء طبيعي لأي فريق يصير معه. الحمد لله مرقنا أول امتحانين، هي اللعبة الأولى تبعية الكأس وتبعية الدوري، المعنويات عالية. الكابتن أحمد هواش طبعا، نحن قرينا فريق الطليعة طبعا وأخذنا كل شيء معلومات عنهم، الإيجابيات السلبيات، واشتغلنا من ضمن هذا الأسبوع على هذا الشيء. نطمن أكثر منك على الإصابات اللي موجودة بالفريق واللي شو في منها الفريق؟ الحمد لله رب العالمين. يعني من بهالأسبوع كان التحضير كتير منيح، كان عنا 3-4 إصابات، الحمد لله هلا محمد عنس كان عنا ونوري في جاهزية تامة، وعنا يعني بعض الإصابات الطفيفة، الحمد لله رب العالمين. الفريق كله هلا في التمرين، وإن شاء الله خطوة جديدة وبداية جديدة بإذن الله تعالى.